الشعر الناعم والصحي هدف لكل الصبايا، واستخدام الماسكات هو الحل السحري والبسيط للحفاظ على قوة الشعر ولمعانه. فكيف ممكن تحصل على هالماسكات بطريقة طبيعية، وكيف ممكن الصبايا والسيدات يحضرون بالمنزل بدون جهد وتكاليف تكون إضافية؟ اختصاصية الكيمياء والحرفية أريج العلي صارت موجودة معنا ورفقتها ميشلين لحتى يخبرونا كيف ممكن نصنع ماسكات للعناية بالشعر بالبيت. صباح الخير أستاذة أريج. أهلا وسهلا. صباح الخير. شكرا لك كورت. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. عم نحكي عن موضوع بهم كل الصبايا، يعني من دون استثناء، حتى يمكن الشباب بهمون هذا الموضوع. بداية خلينا نحكي بشكل عام، كيف فينا نحن نحافظ على شعرنا بدون ما نأذي؟ تمام. هلا اكيد بدنا الحكي اللي على طول بنقوله انه خففي يا صبيه قد ما فيكي من استخدام المكواه الحراريه، استشوارات يعني، وخففي من الحمامات، حميمي جسمك كل يوم 10 مرات قد ما بدك، بس اتركي راسك شعرك بكفي 3 مرات يعني الى مرتين بالاسبوع فقط لا غير. وبالشتاء عن جد كل 5 ايام مره، لانه كثر الحمامات هي اللي عم تسبب انه الشعر يتقصف ويهر وما يطول كثير، خصوصي المواد اللي كتير مليانة بالشامبويات الموجودة هلأ بالأسواق التجارية، اللي صبية بتشم ريحة عطر وبتقول هي هالشامبو نعم لشعري. قد ما نعم لك الشامبو شعرك قد ما كان فيه السيليكون. لازم دائما يكون في وعي عند الصبايا تختار المنتجات الخالية من السيليكون، لأنه السيليكونات هي أشياء شمعية، مواد شمعية بتتراكم على طبقة الشعرة طبقة ورا طبقة، بتأدي أنه تتقل الشعرة، فالشعرة البصلة اللي حاملة هي الشعرة ما بقى تتحمل، فبتهر عن طول معين. بتقول الصبية ليش ما عم يطول شعري؟ بيطول لهون وبيهر، ما بيعود بيطول أكثر من هيك، بيقصف أو هيك شيء. كمان في معتقد تاني عند الصبايا بتفكر أنه الأظافر أو الشعر هو، لأنه لما منقصه ما منتوجع، فبتفكر الصبية أنه هذا نسيج ميت. أبداً، هذا نسيج حي، لما بيتعب فيكي تغذيه، ولما بتقصيه من تحت هو عم يتنفس من الأطراف. لازم تقصي شعرك كل شهرين من الأطراف، من الأطراف فقط لا غير، يعني مو إنه نقصه كتير على الأخير، بس إنه شوي لحتى يرجع. تمام. لأنه مثل على نفس مبدأ الشجر كيف بيقلموه كل سنة بيرجع بيقوى وبيطلع، حتى دوالي العنب كيف بيقلموها كل سنة، نفس المبدأ تماما تبع الشعر. ودائما يعني يفضل إنه الصبية، هلأ كتير بيقولوا هذا الشيء خرافات، بس هو أبدا ما هو خرافات، لأنه جسم الأنثى كتير مرتبط بحركة القمر. لما بيكون القمر هلال بتاني أو ثالث يوم شهر قمري، ننصح أنه الصبية تطرف شعرها إذا بدها إياه يطول، وإذا بدها إياه يكسف ويعبى تقصه بتاني يوم من البدر، يعني بنص الشهر القمري ثاني يوم. هدول جماعة يلي بيأمنوا بالأبراج بيحكوا كتير عن الفكرة، بس في أشخاص تانين إنهم بيتمسخروا علينا اللي رايح أقص اليوم حصرا، فلا فعلا هي مجربة وأكيد يجربوها. تمام، شيء إيجابي يعني. طيب خلينا نبلش نعمل الماسك اللي بدك تحضري لنا يا أكيد. اليوم بس بدي أحكي شو فكرة، إنه في كتار أشخاص أو صبايا منشوف جارتنا عملت ماسك على الإنترنت، فيلا كل يوم بطبق ماسك. هذا الحكي ممكن يكون له تأثير سلبي أكيد. على الشعر، لما عم تحطي زيوت على شعرك وماسكات على شعرك بيعود انه كيف بقى بدك تغسليها، بترجعي بدك تستخدمي الشامبو والبلسم وهالقصص، يعني التنظيف العنيف للشعر بيروح كل شيء عملتيه من فوائد للماسك. تمام. فيفضل انك تعملي ماسك بينغسل مره بسهولة. بالاسبوع مره بالاسبوع، مثل شيء زيتي، مو اكثر من مره بالاسبوع الى العشر ايام. اما الماسكات اللي بدك تستخدميها لفروه الراس اللي بتطول وبتكثف الشعر، هذا ما بتنغسل، مثل عندك الخلاصات المائيه من القريص واكليل الجبل والميراميه وكمان التشيكليس اللي هو الوايلد مينت. هذا الماء المقطر منه اذا انبخ على فروه الراس، الصبيه ما انا بحاجه بقى انها تغسله. تمام. وبيطول وبكثف الشعر بطريقه هائله. هذا ممكن نستخدمه اكثر من مره بالاسبوع، حطيه قدامك على رف المغسله ايمت ما تذكرتي على اوقات النهار، لانه ما بصير تنامي وشعرك مبلول. تمام. لما مننام وشعرنا مبلول بصلة الشعر بتضعف وبيطلع فطريات بالشعر، فدائما نامي وشعرك ناشف. لما بدك تبخبخيه بخبخيه اثناء النهار، بحيث لما تروحي تنامي يكون شعرك ناشف. تمام. هذا كثير بيطول شعر، مع اخذ العلم انه الشعر هو نتيجه لصحه الانسان، مو انه يكون عندك خربطه هرمونات وتقولي انا بدي بخبخ شغلات موضعيه وهذا انه تستني انه شعرك يطول. شعرك الشعر الجديد اللي رح يطلع من اي ماسك او خلاصه طبيه او عطريه انت عم تحطيها على فروه راسك رح يرجع يهر اذا كان عندك مشكلة. مشكلات داخليه. تمام. نقص حديد، نقص فيتامين،
الجينز، اكلك مو كثير نظامي، في تدخين كثير، هذا كله بياثر على البشره وعلى الشعر. اكيد اكيد تمام، الواحد لازم يلجا للطبيب اكيد المختص بهذا الشيء لحتى يعالج المشكله الداخليه بعدين المشكله الخارجيه. خلينا نبلش بعد اذنك نعمل أكيد. الماسك هلا الماسك هلا عملنا قبل الهواء، كسرنا البيضه كسرنا البيضه وحطينا عليها جل الاوليفيرا. ليش البيض؟ اول شيء البيض لانه هو كرياتين طبيعي اساسا. من شو بتتكون الشعره؟ من مجموعه بروتينات اللي هي الكرياتين. لما بنحط بيض على الشعر كثير من قوي الكرياتين الموجود فيه وبنعزز اللمعان تبعه، بالاضافه للجل الاوليفيرا. الجل الاوليفيرا بيحتوي، يعني عن جد اغلى الماسكات بالكره الارضيه هي بتكون تحتوي على جل الاوليفيرا. تمام، بيحتوي على كثير معادن منيحه، على فيتامينز، بيحتوي على الزنك، فيه مواد بتطهر فروة الرأس من القشرة وبتحفز نمو الشعر بشكل كتير حلو. وبتخيل من السهل إنه بأي بيت يكون فيه كل واحدة منكم يعني لازم تزرعه ألوفيرا. رائعة جدا أكيد للبشرة للشعر، للبشرة وللشعر ولكل شيء. وهي من أحد الماسكات اللي إنه ما في داعي تنغسل، يعني طلعتي من إذا لحالة إيه تمام لحالة، بس فركي فروة الرأس فيها أو حطيها على أطراف الشعر، بتعالج التقصف وبتعالج فروة الرأس وبتعالج الحكة وما بيعود في داعي إنك تغسليها للشعر. تعطي نعومة رائعة، مع أخذ العلم أنه كمان الألوفيرا بتحتوي على مادة اسمها الألوين، بتسبب حساسية عند نسبة معينة من البشر، نسبة منيحة مو قليلة. في كتير عالم بتقلي أنا بتحسس من الألوفيرا. لما بدك تستخدمي الألوفيرا مسكي هاي الورقة، نقعيها بإبريق مي بمدة شي ساعة ساعتين لحتى تروح هاي المادة اللي اسمها ألوين، المادة الصفراء، بتروح بالمي. بعدين شيليها واستخدميها، افتحيها وهيك ما بقى تتحسس. تمام، وشيلي كل الجل منها واستخدميها على شعرك أو على وجهك. حلو كتير. كمان أفوكا جايبة معي، جبت الأفوكادو. الأفوكادو كمان زيت الأفوكادو وكمان يعني بيحتوي على دهون صحية رائعة لعلاج الشعر. يعني حتى لو كان قليل توفره، ماسك مرة واحدة بالشهر رائع للشعر ورح يفرق معاكي بشكل رائع. طيب. شيلي منه معلقة لتكون مستوية منيح. تمام يمكن. أكيد مستوية. منضيفها على البيض مع جل الأوليفيرا. ومنحط كمان مقدار شي فنجان من زيت الزيتون وبنخلطهم مع بعض كتير منيح. تمام. إذا يعني إذا عندك عسل طبيعي ومتأكدة إنه هذا عسل طبيعي، بإمكانك إنك تضيفي معلقة. بنخلطهم بعسل. تمام. أوكي. عسل طبيعي. إذا هو عبارة، الماسك عبارة عن بيضة بالإضافة ل أفوكادو، بالإضافة ل الجل الأوليفيرا مع البيضة مع الأفوكادو مع زيت الزيتون. زيت زيتون. تمام. يعني مواد أغلبيتها موجودة بالبيت ما عدا الأفوكا، يعني ما ممكن بخير. ممكن يعني دللي حالك بهالوقت. بس إذا حابة تغنجي حالك مرة واحدة بالشهر مثل ما قالت. تمام. فإنه ممكن. يعني بتاكلي نصها ونصها ثاني بتاكلي معلقة منها. وماسك للوجه كمان كثير كثير منيح. أكيد. أوكي، فبنخلطهم كثير منيح. وهون التركاية المهمة اللي لازم الصبايا تعرفها، بتفكر الصبايا إنه أنا قبل الحمام لازم أعمل الماسك. أبداً، إذا بدك تستفيدي من الشعر من الماسك والمواد المفيدة اللي فيه لازم تعمليه على شعر نظيف بعد الحمام، يعني بعد الحمام أو على القليل مبارح متحممة، يعني مو إنه في أتربة على شعرك أو سبراي أو زيوت أو أي شيء تاني. لا، يكون لازم يكون الشعر نظيف سواء فروة الشعر أو الشعر ككل. بتحطيه بتفرديه على الشعر وبعدين بتغطي شعرك بالكاب تبع النايلو. تمام. وبعد ساعتين غسليه، وما كتير تكوني قاسية أجريسيف أثناء غسيل الشعر، كوني كتير لطيفة بغسيل الشعر. ولما كمان بدك تستخدمي الكونديشنر اللي أنا ما بحبز إنه إحنا نستخدمه، اكيد بعدي يعني اللي هو البلسم، بعدي تماما عن فروه الراس، استخدمي بس على اطراف الشعر. طب بس السؤال انه نحن بعد ما نعمل هيك نوع من الماسكات، هي ما بتصير الشعره اطرى؟ يعني نحن بحاجه انه نستعمل بلسم ولا في داعي؟ لا، بس في صبايا يعني على سحب اللون، عندك الشعر هي عباره على حراشف. لما نحن بنحط البليتش اللي هو الماده اللي بتسحب اللون، بتفتح هاي الحراشف كلها، بتروح كل الفيتامينز من الشعره، بتروح كل حيويه الشعره. فدائما الصبايا اللي بيلجأوا لتفتيح شعرهم، انتوا اكسترا لازم تعتنوا بشعركم. وكمان بعد الحمام لما بتخلصي شعرك، نشفي شعرك بلطف شديد. هو مي ولا الافضل انه نحن نستناه لحتى ينشف لحتى تسكر مسامات؟ نشفي بمنشفه البرد. بمنشفه يعني مو بالسشوار وهو مبلل، يعني قدر الامكان. كلياتنا نساء عاملات وكلياتنا احيانا
نضطر على السريع. طبعا نضطر انه نطلع ونعمل شعرنا على السريع، بس اذا كنتي معنك مستعجله ورايقه وعلى وقتك يفضل انك تتركي شعرك يجف لحاله، واذا بدك تمشطيه انا دائما مثلا بمشطه وهو مبلل، رغم انه هي النصيحه كل يعني خبراء التجميل بيقولوا لك لا تمشطي شعرك وهو مبلل، بس اليوم في فراشي مخصصه للشعر المبلل يلي هي اللي هي بتكون اسنانها طريه وخشبيه. دوري على الفراشي اللي بتكون الاسنان تبعها طريه وهي التكستشر تبعها هي خشب. تمام. مشان تمشطي شعرك بدون ما يتكسر، هاي الاسنان الطريه تاخذ وبتعطي يعني بتعمل بتفكفك العقد بدون ما تضطر انها تمطمط الشعره او تكسرها. ودائما مشطي شعرك من تحت لفوق، ولما بدك تنامي يفضل انك تنامي على مخده حرير، يعني هذا الشيء ما كثير من المعجزات. يلا لا موجود، اذا ما لقيتي حرير طبيعي بتقدري انك تشتري حرير صناعي او ساتان يعني نوعه كثير منيح. تمام. لما بتنامي عليه هذا الشيء كثير منيح لشعرك اولا، ثانيا للتجاعيد، كثير بخفف التجاعيد وكثير بيعطي لمعة. عشان المخده على وشك هذول بيختفوا ان شاء الله، يعني هيك يقدروا اللي عم يشوفونا انه يعني حققوا اخر شرط من الشروط. بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا لليوم على هاي المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. ان شاء الله كل الصبايا